رحمة الله تعالى وبركاته في تمارين ومسائل لدرس قياس الأطوال الصفحة 61 من النجاح في الرياضيات. بسم الله. أولا أتم 30 متر كم تساوي بسنتيمتر؟ إذا هذا هو جدول يعني رسمته هنا. إذا 30 متر، أولا أكتب رقم الوحدات هو اللي في المتر وثلاثة حداه، نحولها للسنتيمتر، غنزيدو أصفار إلى حد سنتيمتر تعطينا 3000 سنتيمتر. إذا نحولها 4 كيلومتر للمتر، نكتب 4 في الكيلومتر ونزيد الأصفار إلى المتر تساوي 4000 متر. 6 سنتيمتر، نكتب 6 في سنتيمتر ونحولها إلى المليمتر بالزيادة 0 في المليمتر 60 مليمتر. إذا 3 هكتومتر، نكتب 3 في الهكتومتر و 64 متر، نكتب رقم الوحدات في المتر و 6 في الخانة التي قبلها. إذا قال لك حولها للمتر، نضع فاصلة هنا وفاصلة هنا، 0 0 إلى حد المتر ونجمع 4 6 3 364 متر. إذا لدينا 56762 ديسيمتر. إذا ديسيمتر هنا نضع رقم الوحدات هنا ونضع الأرقام بالتتابع هكذا. ستة وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وستون نحولها إلى الكيلومتر بزيادة فاصلة في الكيلومتر هنا تعطينا 5.6762 كيلومتر. إذا عندنا 4.83 متر، نضع 4 هي رقم الوحدات، 4 في المتر ونضع الفاصلة هنا ونضع الأرقام اللي جات وراء الفاصلة في الخانات الموالية للمتر هنا تماما لكن كيبان لكم. إذا 83 متر عندنا في المتر، قال لك حولوها للهكتومتر. هكتومتر سنزيد أصفار جهة الهكتومتر وسنضع الفاصلة هنا، ستعطينا 0.0483 0.0483 هذه بالهكتومتر. إذا عندنا 16 متر، نكتب دائما رقم الوحدات في المتر. إذا وسبعة سنتيمتر هنا ونحولها إلى الديكامتر تعطينا 1.607. إذا 3 متر و25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر نحولها إلى المتر تعطينا 3.25 متر. إذا هذا هو الجدول كيفاش خرجناه. أولا ساليناه، إذا كنتمنى يكون كيبان لكم، تقدروا توقفوا الصورة باش غادي تنقلوا مزيان عاد فاش تشوفوا. ثانيا أتم باستعمال الوحدة المناسبة أو العدد المناسب. إذا عندنا 61 ديكامتر، إذا قلنا ديما الواحد في الديكامتر، 61 ديكامتر، 0.61، إذا 0.61 هي بالكيلومتر، و6100، إذا نزيدو جوج الأصفار هي بالديسيمتر. إذا كنبقاو نزيدو غير في الجدول ديال التحويل كنعرفو فين اين وحدة تحولوا ليها. إذا عندنا 700 ملم، إذا 700 ملم شحال 70 هي سنتيمتر و7 ديسيمتر. 43 ديسيمتر، 43. إذا شحال هي 0.0000، إذا بالكيلومتر. إذا
عندنا كما قلتو 43 ديسيمتر هي، وغنزيدو صفر وصفر والفاصلة وصفر عاوتاني، إذا بالكيلومتر. وشحال هي بالكيلومتر؟ نفسها 0.0043. إذا عندنا 23000 سنتيمتر، إذا ها هو السنتيمتر. خصنا نضعو رقم الوحدات 0.0023 كم تساوي بالديكامتر؟ 23. و 0.23 هي الكيلومتر. إذا دابا عندنا 10 كيلومتر و 20 ديكامتر و 30 متر، كم تساوي بالهيكتومتر؟ إذا نحسب أولا وتساوي بالهيكتومتر 102.3. هذا هو جواب التمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثالث، أوجد في كل حالة الوحدة المناسبة لقياس أبعاد صبورة، نقيسها بالمتر، طول المسطرة التي تستعمل، أي المسطرة المدرجة التي نستعملها في القسم سنتيمتر، والمسافة الفاصلة بين طنجة والقويرة بالكيلومتر، ارتفاع صومعة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمتر، وطول طريق سيار الكيلومتر. رابعا، انطلق متسابق مارا من النقطة A و B و C و D و E و F على التوالي، ثم عاد إلى نقطة الانطلاق A. احسب محيط المضلع ABCDEF بالكيلومتر وبالمتر. إذن أول حاجة غنحول هادشي كامل لهنايا إلى الكيلومتر. إذن طبعا في جدول التحويلات، إذن في جدول التحويلات حصلت على 110 متر بلاس 11 ديكامتر، يعني حولت كل شيء. 150 متر هي محولة للمتر، هي أصلا 5.12 هكتومتر هي 512 متر، و 41 ديكامتر هي 410 متر، و 0.42 كيلومتر هي 420 متر، و 500 متر هي أصلا في المتر. إذا دابا غنشدو هاد الأرقام كاملين اللي تحصلنا عليهم، غادي نجمعوهم مع بعضياتهم. إذا كتعطينا 2102 متر، 2102 متر. إذا قالك أحسب محيط المضلع بالكيلومتر ثم بالمتر، دابا تحصلنا عليها بالمتر، غتجينا ساهلة دابا باش نحولوها للمتر. غناخدو صفر، غناخدو رقم الوحدات هو 2، غنحطوه في المتر، وغنديرو 0, 1, و 2 كما كتشوفوا، وغنحولوها للكيلومتر بوضع فاصله في خانه الكيلومتر، غتعطينا 2.102 كيلومتر. اذا دابا سالينا من رقم 4 اللي حسبنا المحيط بالكيلومتر وبالمتر. اول حاجه لازم نحولوا كما قلنا جميع الوحدات يكونوا متطابقين، يعني يكونوا وحدة واحدة، يعني حولنا كل شيء للمتر، من بعد جمعنا الكل، من بعد حولناهم إلى الكيلومتر، وهكذا عطاتنا بالكيلومتر 2.102 كيلومتر وبالمتر 2102 متر. إذن خامسا، يملك فيصل أرض على شكل مستطيل طوله 38.6 متر والعرض ديالو 18.3 متر، أحاطها بسياج، دار ليها واحد السياج في الجناب تاركا مدخلين، وخلى جوج بيبان أحدهما طول ديالو 5 متر والآخر بطول 1.3 متر. إذن ما هو طول سياج هذه الأرض بالمتر؟ إذن أصلا عندنا كل شيء دابا كاع الأرقام بالمتر، يعني 86.6 متر، 18.3 متر، هنا 5 متر، هنا يعني غيجينا الجواب سهل. أول حاجة غناخدو 38.6، غنزيدوها على 18.3، هي الطول زائد العرض
في 2 غنحسبوا المحيط ديال المستطيل كله، 38.6 زائد 18.3 كتعطينا 56.9، وغنضربوا هاد العدد غنضربوه في 2 غادي يخرج لينا 113.8. 113.8 غنقصوا منها 1.3 زائد 5، إذا 1.3 زائد 5 كتعطينا 6.3. إذا غناخدو كما قلنا 113.8 وغنقصوا منها 6.3، إذا كتعطينا 107.5 متر، 107.5 بالمتر. اذا دابا قال لك اعبروا عن طول السياج بالسنتيمتر وبالديسيمتر وبالمليمتر، اعبروا عن الطول بهذه الوحدات اي احولوا 107.5 الى سنتيمتر والى ديسيمتر والى المليمتر. ناخذ دائما جدول التحويلات، نضع 107.5 متر في الجدول، دائما 7 هو رقم الوحدات غنحطوه في المتر، وغنوضعوا 107 هكذا والفاصله هنا و5 هنا. اذا كنتمنى يكون كيبان لكم هو هذا العدد. اذا اول حاجه غنديروا غنحولوا الى السنتيمتر، نحولوا الى السنتيمتر، ها هو السنتيمتر، غنزيدوا صفر هنا وغيعطينا 10750. اذا وغنحولوه للديسيمتر غيعطينا 1075 ديسيمتر، وغنحولوه للمليمتر وغيعطينا 107500 مليمتر، 107500 مليمتر. اذا سالينا من السؤال الخامس. دابا السؤال السادس، احسب محيط المضلع بالسنتيمتر ثم بالمليمتر ثم بالديسيمتر وبالمتر. اذا اول حاجه ديما هي نشوفوا واش كاع الارقام اللي عندنا بنفس الوحده، اذا هنا كل شيء عندنا بالسنتيمتر. اذا قال لك غنحسبوا هذا المحيط كامل، اذا هنا 5 راه حتى هنا غتكون 5، خاصنا نكتبوها هنا باش ما نساوهاش. 5 سنتيمتر، هنا 3، اذا حتى هنا 3 سنتيمتر، هنا 3 ثاني، هنا 3، وهنا 3، حتى هنا 3. اذا نحسبوا هذا الشيء كامل، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 5 زائد 5 زائد 3 زائد 5 زائد 3. اذا غنحسبوا هذا الشيء كامل شحال غيعطينا. اذا عندنا بعدا شحال من 3، عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 في 3 كتعطينا 18، وعندنا 5 عندنا 3 المرات، 3 في 5 15، غنزيدو 18 على 15 غتعطينا 33. اذا طول احسب محيط المضلع، محيط المضلع هو 33 سنتيمتر. اذا دابا هاد 33 سنتيمتر غنكتبوها في الجدول، 3 دائما في رقم الوحدات في السنتيمتر، ونحولها الى المليمتر اللي غيعطينا 330 مليمتر، والى الديسيمتر غيعطينا 3.3 ديسيمتر، والى المتر غيعطينا 0.33 متر. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم، والتمارين تكون سهله ان شاء الله. والسلام عليكم، الى تمارين جديده ودرس جديد ان شاء الله.